سياسة شراء الوقت عنوان المرحلة القائمة، لا صفقات، لا تسويات، ولا محادثات قابلة للحياة. نتنياهو في الزاوية، حماس تناور، وبايدن في ورطة. الصفقة الأمريكية أو الإسرائيلية التي طرحها بايدن على نتنياهو وحماس يستميت لتمريرها لإخماد نيران حرب غزة بأي ثمن، طبعا ليس من باب التعاطف مع الفلسطينيين وإنما لحسابات انتخابية، وعلى ما يبدو اجتمعت معظم الأطراف حول إحراق ورقته. الحاكم والمتحكم في قرارات نتنياهو وزير الأمن القومي إيتامار بن كفير اتهم نتنياهو بأنه يخفي تفاصيل مسودة الاتفاق مع حماس التي تتضمن بندا حول إنهاء الحرب، وأنه يتجنب تقديمها للوزير بن كفير رغم وعده بذلك. فأعلن نتنياهو استعداده لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما من أجل استعادة الرهائن، يعني بأنه موافق فقط على المرحلة الأولى من الخطة ثم يراهن على استئناف الحرب كالمعتاد. ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بدوره اعتبر أنه أي استئناف لأي محادثات مع حماس بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن لا يعني تعليق الحرب في غزة. وقال جالانت أن أي مفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت إطلاق النار. ويبدو أن حكومة الحرب الإسرائيلية طالبت بضمانات أمريكية بأن إسرائيل ستكون قادرة على استئناف الحرب في غزة إذا انتهكت حماس اتفاق الرهائن مقابل وقف إطلاق النار. ويبدو أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع من المرجح أن يقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. ولكن عن أي ضمانات تبحث إسرائيل إن كان هذا الاقتراح أصلا قد ولد ميتا؟ فقبل أن نبحث عن موقف نتنياهو، كيف يمكن لحماس أن تقبل ببنود أي صفقة مطروحة بينما نتنياهو وحليفيه المتطرفين بن كفير وسموتريتش لا ينكفون عن التصريح بإعلان رفضهم لوقف الحرب ما لم تتحقق أهدافها؟ بينما مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد أن الكرة الآن في ملعب حماس للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. لقد رأينا تصريحات من بعض مسؤولي حماس، ولكننا لم نتلقى بعد ردا رسميا من الحركة للقطريين الذين هم الوسطاء والذين أعطتهم إسرائيل مقترحها ثم نقلوه إلى حماس. إلى حد الساعة الكرة في ملعب حماس، فإسرائيل وافقت على المقترح والعالم أيده، حان الوقت لحماس لتقبل به، وذلك ما يمكن أن يؤدي بنا إلى مراحل مختلفة لإنهاء هذه الحرب وعودة الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية وعودة الأمن والاستقرار إلى دولة إسرائيل، وأيضا لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني. هذا هو العرض وهذا ما تحتاج حماس إلى أن تغتنمه. نحن ننتظر ردهم الرسمي. مسلسل المساعي الأمريكية مستمر بحلقات جديدة. مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغيرغ سيزور القاهرة من جديد لإجراء مباحثات للدفع باتجاه مقترح بايدن. مدير الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز هو الآخر سيزور العاصمة القطرية الدوحة لتحريك عملية التفاوض أيضا بشأن غزة. ولكن كيف تزعم الولايات المتحدة أنها تسعى لوقف الحرب في غزة من خلال مقترح بايدن، ثم تعلن إسرائيل عن توقيعها صفقة بثلاثة مليارات دولار مع الولايات المتحدة لشراء سرب ثالث قوامه 25 طائرة من مقاتلات F-35 المتطورة وصفقات السلاح لا تزال تتدفق. في المقابل كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز كان لافت عن تجنيد إسرائيل لآلاف الحسابات المزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على المشرعين الأمريكيين لمضاعفة الدعم العسكري لها وحشد تأييد الشارع الأمريكي لحربها في غزة. وذكرت الصحيفة أن تلك العملية أطلقت بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر بإشراف وزارة شؤون الجالية الإسرائيلية في الخارج. حماس في المقابل يبدو بأنها تدرس خيارات اليوم التالي ودورها بعد الحرب وتستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع فتح في الصين منتصف الشهر الجاري. وكالة رويترز كشفت نقلا عن مصادر فلسطينية إلى أن حماس تدرك أنها لن تكون جزءا من أي حكومة فلسطينية جديدة معترف بها دوليا بعد انتهاء الحرب، وتريد موافقة فتح على تشكيل نوع من الحكومة حكومة التكنوقراط الجديدة في إطار اتفاق سياسي، كما أنها لا تشترط بأن تكون في الحكومة المقبلة لإتمام المصالحة ولكنها تسعى لمشاركة سياسية. نستقبل ضيف التاسعة من حيفا الوزير السابق عن حزب الليكود أيوب قرة. أستاذ أيوب أهلا بك معنا في التاسعة. أود أن أسألك، يعني لما يقول
جيك سوليفان بأنه إسرائيل وافقت، مع من تتفاوض أمريكا؟ أي إسرائيل يعني بالتحديد؟ إسرائيل فيها حكومة واحدة، وإسرائيل تمثلها حكومة واحدة ومنتخبة، وليس دكتاتورة، وليس رئيس يقول كذا وبيمشي كذا. في جهاز ديمقراطي، وفي هناك تصويت على كل قرار بيكون. لذلك من هذا المنطلق أمريكا داعم إسرائيل، لأنها هي الدولة الوحيدة الديمقراطية. لحظة لحظة بس، أنا سألتك أنه من الذي وافق؟ يعني جيك سوليفان يقول إسرائيل وافقت، رمينا الكرة في ملعب حماس. من الذي وافق؟ إذا كان سموتريتش وبين كفير عم بيهددوا نتنياهو، أي مش مهم مين بيهدد، المهم أنه يعني وافقت إسرائيل؟ رئيس حكومة إسرائيل بعتبر، أنا حسب ما فهمت معك معه، ولكن بفهم من اللي سمعته في الأروقة وفي الإعلام، على أساس أنه في هناك قبول لاقتراح أمريكا اللي انعمل بمبادرة مع الوسيطين. وطبيعة الحال هو فقط المطلوب اليوم كان فيه أنه شو الضمانات أنه يمشي هذا ما يسمى داعش حماس، يمشي في هاي الخطة وما يكون هناك يعني أي مشكلة مستقبلية، لأنه اللي بهمه مش أنه تخرب غزة، من جهته تخرب غزة وتموت غزة ويظلوا الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل قديش بدل، المهم أنه هو يرجع ويكون على أرض الواقع السيد غزة في القوة. ولذلك نحن بدنا نفهم كيف ممكن يكون استقرار في غزة، لأنه موقفنا واضح، نحن نريد استقرار، نحن نريد سلام، نحن نريد مدناش أي فلسطيني ينقتل في غزة، ولكن مع شيء اسمه إرهاب فلسطيني اللي عراسه حماس، هذا لا يمكن يصير لي شيء. يعني نتنياهو برأيك هو يعني تعامل مثلا، يعني أنت تتهم أنه حماس لا يأبهون لحياة ولأرواح الفلسطينيين، ولكن بعد 8 أشهر وهذا العدد الكبير من الأسرى الذين قتلوا لدى حماس، إن كان بالنيران إسرائيلية أو بالقصف الإسرائيلي، تعتبر أنه تعامل أيضا مع أرواح الإسرائيليين بدراية؟ سيدتي العزيزة، نحن كنا بنتأمل أنه يسأل آلاف الأسرى، على آلاف الأسرى الموجودين في السجون إسرائيل. كنا بنتأمل أنه يفكر في وقف الحرب، لأنه عم بموت وعم بيخرب غزة، من صارت غزة شبه خرابة في كل يعني منطقة فيها. لذلك بدل ما يفكر في هذا الشيء، بيفكر كيف بده يستمر يكون هناك، وكيف إسرائيل ما تكونش هناك، على أساس ما تكون قوة ثانية يتغيروا هناك. هاي همه عليا، لا طلب هاي الحرب من الشارع الفلسطيني، ولا اعطى الشارع الفلسطيني الشرعية انه يغير السلطة الفلسطينية، ولكن هو بيعمل شو بده. بما هيك، بما انه ايران اللي بتعطي الاوامر مش الوسطين ولا امريكا، فاسرائيل حذرة، بدها تعرف شو الضمانات حول مستقبل هاي المنطقة. يعني شو طبيعة الضمانات اللي عم تتحدث عنها؟ أمريكا شو قادرة، يعني ما قادرة على تقديم أي نوع من الضمانات للجانب الإسرائيلي؟ الضمانات الاقتراح الأمريكي قبلته إسرائيل، بدأ ضمانات على أساس ما يظل الإرهاب كل يوم جمعة وكل يوم كل شهر يكون حرب بهاي المنطقة، شبعت حروبات غزة. لا بس فسر لي يعني كيف ممكن تكون الضمانات بشكل عملي حتى نفهم؟ الضمانات انه مين يكون في السلطة هناك، كيف بدها تكون هاي السلطة؟ اذا الارهاب بده يكون هو مستمر في هاي المنطقة، ففيش يلزوم من وقف الحرب، الحرب تستمر. ألا ترى بانه هذا اقرار بخسارة اسرائيل الحرب؟ يعني اليوم اسرائيل فشلت بتحقيق اهم هدف وضعه نتنياهو، وهو القضاء على حماس عسكريا. سيدتي العزيزة، شو مشكلة يعني اني انا اكون في انفاق يعني مدبرها قبل، وعملت خطة إنه الأبرياء يكونوا الأطفال والنساء والاختيارية، بيني وبين الجيش الإسرائيلي، بقعد بعد 10 سنين شو بده يصير؟ هاي المشكلة، إنه كان نتنياهو بيقدر يتفاوض مع حركة حماس منذ بداية الحرب، عوض الذهاب إلى هذه الحرب المدمرة، كان استرجع الرهائن والأسرى لدى الحركة، ووفر المجازر اللي شهدناها في غزة. هذا الفرق. عنده الرهائن صلهم سنين ما قبلوا يحكوا مع حدا، ولا بيحكوا مع حدا،
لأنه الأوامر بياخذوها من طهران، ما بياخذوها من الشارع الفلسطيني ولا الشرعية الفلسطينية. هن في القوة حاكمين غزة، نعم هن في القوة كرتوا كل قيادة حماس حتى، مش بس السلطة الفلسطينية. فكيف بدك تحكي مع مجموعة زي هاي؟ طيب، فإذا أنا أفهم من حديثك أنه هنالك قبول لدى الجانب الإسرائيلي بما طرحه بايدن، لأن البعض يقول بأنه هذا أصلا طرح إسرائيلي وليس أمريكي. ولكن جالانت حتى وزير الدفاع قال لا مفاوضات مع حماس إلا تحت إطلاق النار، يعني يرفض بشكل قاطع وقف إطلاق النار، بينما حماس موقفها واضح، وهي تعول أيضا على مسألة الوقت، لأن الوقت أيضا يصب في صالح حماس الآن. الوقت بصب صالح حماس لما بتحكيها معناه ما يحكوش أنه عم ينقتلوا أبرياء، لما بهموش أنه ينقتلوا أبرياء وتنقتل كل غزة وتخرب كل غزة. فشو الهدف يعني؟ الهدف هو شو نحن رسمنا بس؟ يعني هاي الهدف اللي هو محافظة غزة، ما تدمرت غزة، ما راحت آلاف السجناء اللي موجودين من جماعته وغير جماعته. فالموقف ولكن يعني هذا لا ينفي ولا يلغي أن الوقت لا يصب في صالح إسرائيل. أنت عم بتشوف اليوم كيف يراهن السنوار على الموقف الدولي. إسرائيل اليوم في حالة عزلة دولية، الاتحاد الأوروبي يعني ينظر في تطبيق عقوبات على إسرائيل، التصنيف الائتماني أيضا تم تخفيضه بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، هجرة، عم بتشوف الواقع أيضا بالشمال الإسرائيلي مع الجبهة في حزب الله. يعني أنت كيف تشوف الوضع أنه لصالح إسرائيل الآن؟ صالح إسرائيل، إسرائيل قوية لا نقصها اقتصاد ولا بينقصها اقتصاد. إسرائيل قوية لأنه جيشها قوي، وما لو أنه جيش إقبال جيش كان يوم واحد ما استقامش هذا اللي بيسمي حاله غلب، هذا كان بيوم واحد بيكملش المشوار. أما إنك تقعد في تحت الأرض وتستعمل أبرياء وما تسألش الشعب الفلسطيني شو عم تعمل، وإنك بهمك بس أموال إيران، هاي فيش مشكلة، كل واحد بتاعته يعملها، مش بس حماس، أقل من حماس بيقدر يكون في هذا في هاي الصورة. ولكن ألم تدرك إسرائيل هذا الواقع منذ البداية قبل أن تدخل القطاع بريا، وحتى الساعة وبعد 8 أشهر لم تحقق شيئا؟ يعني في مرات بتفكر أنه الدنيا بألف خير وممكن أنه في بعد إنسانية في هذا الشعب، أما لما بتنظر إله كيف بيطلع أنه كل مستقبله هو في الجنة اللي في العالم الجاي، شو بك تتخرف مع واحد من الزي اللي هو أساتذه موجودين في إيران وبده يحتلوا كل الشرق الأوسط. فنحن ما عندنا جواب لهذه الأمور، خاصة لما نحكي في حقوق الإنسان وفي منظمة الحقوق الدولية وفي المحكمة الدولية، في هذول بيعرفوا شو معنى حقوق إنسان ولا شو. مين بيعرف شو معنى الحقوق لحظة يا أستاذ أيوب، هذه مؤسسات دولية، ما الذي تتحدث عنه؟ من الذي يعرف ما هي حقوق الإنسان؟ هو بيعترف فيها، هن بيستعملوا إسرائيل ضد إنها بيستعملوا إسرائيل إنها تتعامل معه زي ما بيتعاملوا مع لندن ومع نيويورك، أما بيعرفوش إنه هذول شعب غير إنه بيشبه بني آدمين. لا يا أستاذ أيوب، لا 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 لا، على أي حال اسمح لي، في هذه الأثناء كان في تصريح أيضا لبايدن يتحدث فيه عن تحذير فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، وأنه أي تصعيد مع حزب الله سيعرض إسرائيل، أمن إسرائيل إلى الخطر. ونعود هنا إلى النقطة ذاتها، أنه اليوم بعد 8 أشهر إسرائيل في ورطة، العقيدة الأمنية التي صاغها بن غوريون تتداعى، إن كان بالنسبة للردع بشكل خاص، كيف سيستعيد نتنياهو يعني ما خسرته إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية؟ فيش عنا مشكلة شيء، يعطينا الدول تعطينا نحارب كيف نحن بنعرف نحارب. لما حربنا في 6 أيام وفي 73 كل جيوش الشرق الأوسط ما عملنا حساب، يعطونا نحارب جيش قبال جيش وشوفي شو بيكون وخديش وقت بيخلص كل الموضوع هذا. يعني بس لكن يعني لا تجري الرياح كما تهي سفنكم، اليوم هذا الموجود، انتم تقاتلون فصائل، نطلب من حزب الله يتحول لجيش نظامي حتى تكون المنافسه عادله. يعني سيدتي العزيز، سيدتي، يا انك بتدافعي عن ارهاب يا بتدافعي على ناس عم بحاربوا الارهاب، والارهاب
فيش حدا غلبه، ولا دولة في العالم حاربت إرهاب مستعمل شعبه درع، عم مستعمل الأطفال درع، مستعمل النساء درع، مستعمل الختيارية درع، وبقول لك انتصرت. قديش ينقتلوا مش مهم، نحن بنبكي عليهم أما بنتهم إسرائيل فيهم، أما اللي عم يقتلهم هو، ما هو مستعملهم. شكرا لك أستاذ أيوب قرة، ضيف التاسعة من حيفا، الوزير السابق عن حزب النخبة.